كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليثي. أعزائي المستمعين الكرام، مستمع الشرق الأوسط، رمضان كريم ومن مظاهر كرمه موائد الرحمن. بعض الناس فاكرينها حاجة جديدة، لكن هي عادة بدأت من زمان أوي. بعض المؤرخين بيرجعوا موائد الرحمن إلى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام لما جال وفد من طائف للمدينة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيبعت لهم فطارهم وسحورهم مع بلال ابن رباح، واقتدى الخلفاء الراشدون بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وخصص سيدنا عمر بن الخطاب دار للضيافة بيفطر فيها الصائمون وعابر السبيل. وفي بغداد كان الخليفة العباسي هارون الرشيد بيقيم موائد الإفطار في حدائق قصره، ونقل بعض المؤرخين انه كان بيتجول متنكرا بين المواد يسأل الصائمين عن رأيهم في جودة الطعام ومدى كفايته. وفي مصر من طويل بدأت ايام الليث بن سعد الذي كان فقيها ثريا، ويقول معاصروه انه كان في رمضان يأكل الفول ويقيم موائد يقدم فيها للصائمين، اشهر خصوصا الهريسة اللي تعرفت باسم هريسة الليسي. كمان كان احمد ابن طولون ابتداء من عام 880 هجريا بيؤمر باقامة موائد الافطار في رمضان، وورث ابنه خمروي نفس الموضوع واقام موائد الافطار والسحور في الاماكن العامة. وفي عهد الدولة الفاطمية اقاموا موائد خاصة للصائمين وسموها دار الفطرة. وفي الثلاثينات من القرن العشرين الجمعيات الخيرية اعادت احياء الموائد، وفي السبعينات عادت موائد الرحمن عشان تظهر تاني في مصر وبعض الدول العربية. شفتوا بقى ان موائد الرحمن تاريخها طويل جدا جدا جدا. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وبكرة كلمة ونص كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني. يا فول وزبادي، يا زبادي وفول، يا فول وزبادي، يا زبادي وفول، هو مفيش تغيير. لو عايزين تعرفوا